أما بسوريا، خبر إسقاط طائرة ميليشيا أسد على محور النيرب في إدلب هو حديث الساعة حالياً ومنصات التواصل أيضاً، واللي عم يتداولوا رواد مواقع التواصل الفيديو بشكل واسع جداً وسط عبارات الفرح بخبر إسقاط الطائرة اللي كانت بمهمة إلقاء صواريخ وبراميل فوق رؤوس المدنيين في إدلب. خلونا نشوف أول الفيديو المتداول لحظة إسقاط الطائرة التابعة لميليشيا أسد، ومن بعدها منشوف كيف كانت أبرز ردود الفعل على هالفيديو. الخبر بطبيعة الحال والفيديو المتداول أفرح المدنيين اللي شاهدوا بعينهم إسقاط الطائرة اللي كانت بطريقة لاستهدافهم وتجريد وقتل عدد جديد منهم. كيف كانت أبرز التعليقات المتداولة على منصات التواصل؟ معتز مراد قال: فيديو سقوط طائرة الهليكوبتر فوق سماء إدلب قبل قليل أحيا ذكريات تلك الهليكوبتر يلي سقطت قبل سنوات فوق سماء دارية، يوما كنا يأسانين ومنهكين جائعين كحال السوريين بإدلب، اليوم ننتظر رحمة السماء. الله يجعل الأيام القادمة خير ويجبر كسر الناس. أما أيضا كمان خلونا نشوف التعليق الثاني من سامي المطر يلي قال: ما في شعور أحلى من أنه تشوف الطيارة يلي كانت جاية تخصف بيتك وولادك وهي عم تحترق وتسقط وتدوق هي والمجرمين يلي فيها جزء من عذابك أنت وأهلك. أما أيضا كمان خلونا نشوف التعليق من ثالث من فهمي لادقاني، فهمي لادقاني يلي قال فهمي ما في أروع من هيك منظر بسر الخاطر وبيبهج القلب. أما أيضا كمان خلونا نشوف التعليق الرابع من حسين الحسين يلي قال: ضلينا نسمع بالسقوط الحر حتى شفناه شخصيا أخيرا وعقبال بقية السرب. لتعرفوا آخر الأخبار المتداولة على السوشيال ميديا وأهم الترند، تابعوني أنا دالين ببرنامج فولو أب. فولو أب يأتيكم على أوريانت في الأوقات التالية.